في مرة جاءوا في مرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن. قال يسوع للي مسكوها: من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. فالمسيح دافع عن هذه المرأة المسكينة، دافع لأنه كان في عدالة عرجاء وكان في رياء ملون ومبرقع، فدان رياء الفرسيين اللي أحضروها. أين الرجل؟ طب مسكتوا المرأة، أين الرجل؟ مش المفروض أن الحكم يكون على التنين بحسب شريعة موسى؟ فأحبائي، المرأة لم تقدر أن تدافع عن نفسها، فالمسيح كان المحامي وكان المدافع وكان القاضي أيضا في هذا الموضوع. قال لها: أما دانك أحد؟ قالت له: لا يا سيد. قال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. لأنه بعد قليل المسيح راح يأخذ مكانها على الصليب، يغفر ويطهر خطاياها. تعرفوا أحبائي، المسيح فضح رياء المتدينين، هاجم رجال الدين، لكن تعامل مع الناس باحترام فائق، باحترام وفعلا برقة وبحنان وبلطف مع الجميع.